يا مساء الورد، كيفكم يا حلوين؟ ان شاء الله بخير. لايكات وشير وسبسكرايب للقناة لو انتوا جداد معانا، وما تبخلوش عليا بالشير واللايك، واهم من ده كله كومنت حلو ان شاء الله تحت الفيديو. مثل ما انتوا شايفين ان شاء الله النهاردة هنسوي كنافة الحلواني بسر 2020 لرمضان ان شاء الله، او الكنافة طول السنة يعني باذن الله. وده انتوا شايفين هنقول سر ازاي تبقى هشة ومقرمشة من بره وفي نفس الوقت طرية جدا من جوه، يعني بمنتهى الامانة تنافس اشهر محلات الحلواني. وبالعكس يستحيل الحلواني هيجيب لك نوع سمنة ممتازة زي اللي انت بتستخدميها. يا سلام بقى لو سمنة بلدي، يبقى يا سلام يا سلام. انا طبعا بجيب زبدة المراعي وبسيحها، والفيديو موجود في القناة للي يحب يعرف السمنة، لانها صراحة ممتازة وبتدي طعم حلو قوي في الحلويات. شايفين القطعة ما شاء الله تحفة، مقرمشة جدا من بره وهشة وخفيفة من جوه ان شاء الله. لايكات وشير ويلا نطعمها او ندوقها اول قبل ما نبدأ الوصفة. لايكات والشير يا جماعة، ما تبخلوش عليا باللايك والشير بالله عليكم. اهو شايفين طلعت القطع اللي قطعناها مع بعض، شايفين حتى الشوكة يعني بتعمل خش خش خش، هذا صوت القرمشة. واحلى حتة في الكنافة انا بحبها الاطراف بتبقى محرمشة كده وتحفة، وبتحطيها في تومك بقى يعني وانت بتاكليها بتدوب طرية جدا من جوه وهشة من بره. لايكات وشير، يلا بسرعة نبدأ على طول على الوصفة. هنبدأ بإذن الله بالسيرب، لان السيرب لازم يبقى معاكي بارد. يفضل ان انت تعملي السيرب قبلها من بالليل او قبلها من الصبح مثلا، لان السيرب لازم يكون بارد تماما. هننزل باتنين كوب سكر، وانا طبعا هعمل مقدار كبير لان انا السيرب التقيل بعمله لما بيخلص عندي بعمل على طول بيقضيني. المهم هتحطي كل كوبايتين سكر هتحطي لهم كوبايه ميه فقط لا غير، اوكي؟ وهتحطي معلقة عصير ليمون، او انا بحب استخدم ملح الليمون. ملح الليمون ما تزوديش فيه ذرات، يعني 4 5 ذرات كده ما بين اصابعك، لانه لما بتزودي فيه بيدي مزازة وبيبقى حامض قوي، ما بيبقاش بيبوظ الحلويات. فانتبهي مش عايزة تستعمليه على طول، حطي عصير ليمون. طبعا عشان انا هنا حطيت 4 اكواب فحطيت كوبايتين مية قدامهم، وحطيت بنش خفيف من ملح الليمون او معلقة عصير ليمون. لازم تقلبي كل حاجة قبل ما ننتقل على النار، عشان الناس اللي بتعاني من ان السيرب بيسكر منها لازم تقلبي كل حاجة عشان بقدر الامكان اول ما هنحطه على النار مش هنضيف عليه، ما نقعدش نقلب فيه، لان الناس لما بتقعد تقلب 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 في النار بيسكر منها. اللي بيدي بقى اللمعة الحلوة للحلويات الشرقية كلها طبعا محلات الحلوانية دي اختياري، تحبي تضيفيها او لا. كورن سيرب او عسل الكلوكوز بنضيف حوالي نص كوب على هذا المقدار، وتقدروا تستغنوا عن هذه الخطوة تماما، لكن ده اللي بيدي اللمعة وبيدي التماسك للحلويات الشرقية نفس المحلات بالظبط. وقلنا اللي مش متوفر عنده يكتفي بالسكر والمية وعصير الليمون او ملح الليمون زي ما انتوا تحبوا. هنرفعه على النار. اهم حاجة في طريقة تسوية السيرب بنخليه يبدأ بالغليان بقوة، بعدين نهدي عليه النار مباشرة ونحسب له 10 دقايق بالظبط من بعد بداية الغليان بقوة. يعني هو كده غلى بقوة، هدي عليه النار وهو خلاص كده السيرب بتاعي استوى. شايفين لونه مغمقش، لسه لونه فاتح، وطبعا هو لسه باين ان هو قوامه خفيف. لا ما يغشكيش عشان ما يسكرش منك، لما بيبرد بيتقل، وهوريه لكم الحين. الحين هصبه ونشوف مع بعض لما يبرد هنشوف القوام بتاعه ازاي قبل ما نبدأ في صينية الكنافة بتاعتنا الوهمية. اهم حاجة 10 دقايق غليان بقوة، وبعدين تهدي عليه النار، تحسبي له 10 دقايق على النار هادية وكده تطفي عليه وتسيبيه يبرد براحته. واللي ما يريد عسل الكلوكوز يقدر يستغنى عنه. هصفيه بقى في الطبق، اهو شايفين هو لسه الحين برضو لسه سخن اهو. بس بتعرفي ازاي ان هو العسل بتاعك مضبوط؟ شايفين بيغلف المعلقة او بيغلف الكبشة اللي انت شغالة فيها، ولما هيبرد الحين هنشوفه كمان واحنا بنصبه هتلاقوه قوامه تقيل جدا. هو طبعا لسه عشان سخن، وشايفين حتى النقطة بتنزل من المعلقة بصعوبة. ده تحتفظ بيه في قلب زجاجة
زجاجية يجلس معاكي 3 شهور ما يعملك ما يجرلوش أي حاجة. وينفع طبعا لكل الحلويات الشرقية، كنافة ما عدا البسبوسة، لأن البسبوسة بيبقى ليها سيرب مختلف عن الكنافة وبلح الشام والقطايف والحاجات ده بينفع للمقليات والبقلاوة والكنافة. خلاص بقى هنخليه يبرد ونبدأ مع بعض في الكنافة. انا عندي نص كيلو كنافة، انا بشتريها اصلا فروزن من السوبر ماركت، طلعتها من الغلاف بتاعها وحطيتها في كيس نايلو ودقيت عليها بالمطرقة بتاعة البوفتيك او اي حاجة عندك تقيلة، او تكسريها بايدك او تحطيها في الفود بروسيسور حسب ما تحبي. السر بقى بتاع الحلواني انك تضيفي عليها 2 معلقة كبار سكر بودر زي ما انتوا شفتوني، ودمجتهم كلهم مع الكنافة. النص كيلو بياخد 1 كوباية الا ربع الكوب سمنة، ما ينفعش زبدة يا جماعة، الزبدة فيها نسبة مية وزبدة نسبة حليب، فلما بتدخليها المية بتتبخر والحليب بيتبخر فبيحرق لك الاطراف سواء في الجلاش او في الكنافة. حطيت 2 معلقة سمنة كبار في الصينية وسيحناهم كده على الجوانب وعلى القاعدة، وهبدأ اخد نص كمية الكنافة اللي عندي وافرشها في قلب الصينية بتاعتي اهو. لو في حاجة مش متكسرة نفتفتها عادي مفيش اي مشاكل اهو، وابدأ اضغط عليها بقى واسويها نص كمية الكنافة. وبعدين هجيب السمنة وهحط نص كمية السمنة، نص الكوباية اللي معايا، انا معايا انا حطيت 1 كوباية صراحة، ما حطيتش 1 كوباية الا ربع، لان الكنافة بتحب السمنة عشان تطلع مقرمشة من بره وطرية وحلوة من جوه بتاخد 1 كوباية السمنة. انت عايزة ممكن تقللي بس ما تقلليش عن 1 كوباية الا ربع عشان ما تنشفش معاكي وما تبقاش حلوة. هبدأ بقى احط رشيت نص كمية السمنة اللي معايا، وهبدأ اضيف نص كمية الكنافة التانية. صدقوني الخطوة دي حلوة قوي وهتجربوا ان شاء الله وهتقولوا لي عن النتيجة بإذن الله. هنا بقى حاجة مهمة جدا، هنحط الكنافة ولازم نضغط عليها. هجيب دلوقتي معاكم صينية تكون اصغر من الحجم اللي احنا شغالين فيه، واغطيها ببلاستيك راب او بكيس بلاستيكي، وتبدأي بقى بكل عزم ما فيكي تضغطي، لان هي الكنافة لازم تضغطيها عشان يبقى القرص معاكي متماسك، ما بعد ما تستوي ما تلاقيهاش ايه اتكسرت منك او تلاقيها حتت مفرفتة. اضغطي بقى اضغطي، لو عندك وقت اعمليها من قبل بليلة، وحطي صينية فوق الصينية وحطي عليها زجاجة مية كبيرة، 5 كيلو رز، وسيبيها من بالليل للصبح، هتتكبس حلو قوي لو ما عندكيش وقت. عندك وقت اعمليها زي ما انا قلت لكم من قبلها بليلة، وحطي فوق الصينية تقل حاجة تقيلة وهتنكبس، وتاني يوم اخبزيها عادي. مفيش وقت بقى، انا كبستها زي ما انتوا شفتوا اهي اتكبست حلو جدا. هبدأ اضيف نص كمية السمنة، ما ينفعش نحط السمنة وبعدين هتحطي عليها الكيس وتكبسي هتلاقي السمنة كلها طلعت في الكيس اللي انت كبستي بيه اوكي. فبعد ما تكبسيها كويس تضيفي بقى نص كمية السمنة. احنا معانا 1 كوباية، حطينا نص كمية السمنة واضفنا نص كمية الكنافة اهي اتشربت كلها ومكبوسة تمام. الفرن لازم يكون مسبق التسخين على 150، انا الفرن عندي حامي شوية، لو انت الفرن عندك ضعيف حطيها على 180، لكن انا 150 بمعادل من افران تانية تعادل 180، فكل واحد عارف الفرن بتاعته. شايفين تعرفي انها واخدة سمنتها مظبوطة، شايفين فصلت من الاطراف على طول الكنافة وهي سخنة، لازم شايفين السيرب تقيل وقوامه بارد وبيلمع وتحفة. السيرب لازم يكون بارد تلج والكنافة سخنة جدا وفصلة من الاطراف، يعني استوت وحمرت وخدت لون حلو واخدة السمنة بتاعتها مظبوطة. لو ما كانتش واخدة السمنة بتاعتها مظبوطة كانت هتبقى لازقة في الصينية مش هتفصل من الاطراف، وهي اخدت حوالي 25 دقيقة عندي في الفرن اهي شايفين. هعرف من فين بقى اسيبها تتشرب، بتاخد وهي بتاخد مقدار العسل اللي احنا عملناه، بتديني حوالي 2 كوباية سيرب بتاخدهم، وهتعرفي بقى من فين ان الكنافة بتاعتك واخد السيرب بتاعها او العسل بتاعها مظبوط. شايفة لما تضغطي ضغطت بصباعي شايفة العسل ظهر اهو، ده بقى كده يعني هي شرب السيرب بتاعها حلو. هبدأ بقى اجيب طبق التقديم ونبدأ نقلبها. المفروض تنتظروا عليها لما تهدى شوية، لكن صدقوني انا مش قادرة استحمل الريحة غير طبيعية، فهتلاقوني
هحاول بقى هقطعه وهي سخنة، لأن لازم آكل صراحة، مش قادرة استحمل الريحة، صدقوني هتبقى رهيبة. هي دي فكرة نفس البسبوسة برضو، بتعمليها لازم تبرد، وفي الآخر واحد ما بيقدرش ولازم ياكل وهي سخنة طالعة من الفرن. هنقطعها مع بعض، شارفيه شرب العسل ومقدار العسل بتاعها مضبوط جدا. طبعا يفضل ان انت تسيبيها تبرد. انا بقى عشان اختم الفيديو، وصراحة يعني مش عشان الفيديو، عشان اكل صراحة، هقطع حتة بقى عشان اوريكم، ان شاء الله مش هتتكسر ولا هتتفرفت باذن الله، بس انتوا طبعا لو سبتوها تبرد هتبقى النتيجة افضل في التقطيع، والله المستعان. خلونا نقطع ونطلع حتة مع بعض وناكل بقى. صدقوني هتجربوها بطريقتي، وهمية خيال، يعني تنافس اكبر يستحيل حلواني اصلا هيعملها لك بالحلاوة والطعمة دي. شايفين اصلا من جوه، ولازم النار تبقى 100، وزي ما قلت لكم 180 في الافران، لو مش قوي، لو قوي اعمليه على 150 عشان الكنافة تبقى مستوية من جوه، ما تبقاش واخدة لون من بره ونية او لونها ابيض من داخل. شايفين الكنافة مستوية ومتحمرة وواخدة لون تحفة اهي زي ما انتم شايفين، وهي طبعا لسه سخنة، فارجوكم حتى انتظروا عليها شويه وخلوها تبرد. وخلونا نطعم، طعمها غير طبيعي، مقرمشه من بره وهشه وخفيفه، وشايفين الصينيه اهي متماسكه ما اتكسرتش، على الرغم ان انا قطعتها وهي سخنه. ما تبخلوش عليا بقى باللايك والشير، وهتعملوها تتبسطوا عليها مع حبايبكم في رمضان وسهرات رمضان. وان شاء الله المقادير وكل الملاحظات بكتبها في صندوق الوصف. لايكات وشير وسبسكرايب لو انتوا جداد. ومش قادرة اوصف لكم الريحة. طبعا اهم حاجة تاخدي سمنة نوعية جيدة، هي اللي بتدي للحلويات الشرقية الطعامة والحلاوة، فما تبخلوش عليها بالسمنة. وطبعا تقدروا تستخدموا سمنة نباتي حسب، او زيت، كل واحد حسب المتوفر عنده ويحب يعملها ان شاء الله. ممكن طبعا يستخدموها زيت للناس الصايمين زي اخواته وحبايبنا الصايمين اخواتنا. طعمها واحد. لايكات وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.